بيتهيألي إنه مش مظبوط نفسياً، علشان كده أنا بعمل بطريقة خاصة أوي. أعتقد إنك أنت ملاحظة ده. وبعدين أنا وصيت أيمن من قبل ما يجوا إنه يعاملوا كويس أوي. ده قالها في وشي أنا بكرهكم ومش عايز أعيش معاكم. يعني على اعتبار إن أبوه توفى عندنا وإحنا اللي بلغناه. لا، ده هو كده من زمان معايا. عموماً ده طفل بريء ومسكين كمان. أنا عايزك تهتم بيه وتعمليه برقة شوية. عايزين نحسسه إن إحنا بنحبه وإن هنعوضه عن الحب اللي اتحرم منه. الله يرحمك يا منصور. فاكر كان حنين على أيمن قد إيه؟ أكيد كان حنين على أولاده كمان، وخصوصاً الصغير اللي فيهم. أنت بتشك في حبي ليهم؟ لا يا حبيبتي، أنا ما قصدتش كده. أنا قصدت إن عمر حالة خاصة، محتاج حنان ورعاية أكتر من بقية إخواته. أنا هقول لك ولا إيه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. وصلي؟ ممكن أشوفه؟ مش دلوقتي. دي سارة كانت عاوزة تيجي تشوفه. فوزي، أنا قلت لك قبل كده إن أنا الوحيد اللي هبقى مسؤول عن العيلة دي، أظن خلاص بقى. خلاص؟ أتصل بيها ولا ما تجيش؟ لا لا لا، خليها تيجي، على الأقل نشوفها. إن أنا قول لي يا فوزي، أنت بتشوف سارة؟ أنت بتسأل ليه؟ لا، بسأل. بصراحة بقى أنا عاوز أتجوزها. قلت لها؟ لا لسه. طب ما تقول لها. يعني انا مستني يوم كده نخرج مع بعض وافتحها، ايه رايكم؟ يا ريت يا اخويا، انا شخصيا ما عنديش مانع، بس فوت الاسبوع ده. الاسبوع ده بس؟ طيب قوي. فعلا ابن حلال ومدمنوها كمان يا ماما. دي ست الكل دي. بس عمر ما بيحبهمش، حد عارف ليه؟ ربنا يهديه. لاحظت النهارده ان هو ابتدى يميل لاستاذ حسام شويه بعد ما قعد معاه الصبح. يا ابني دول ناس كويسين قوي، بيعاملونا معامله كويسه قوي. هما ايه اللي جابرهم على المعامله دي؟ اللي اذا كانوا طيبين وولاد حلال. فعلا، ناس غيرهم كانوا دفعوا لنا قرشين مكافاه وخلاص. اديك قلت اهو، لازم نحترم المعامله بتاعتهم بقى. انا خايف على اخوك عمر قوي. بقول لك ايه يا سوسن؟ ايوه. اعملي حسابك الصبح نزور ستك انا وانت. حاضر. ربنا يهديكوا يا اولادي. تعالى. رايح فين؟ كنت ايه؟ قولي بقى، فطرت ولا لسه؟ ما فطرت. طب انت مش رايح المدرسة مع اخواتك؟ هما مستنيين برا. طب يلا تعالى لما نروح لهم سوا، هات ايدك. هو ايمن مش هيروح المدرسة النهارده؟ لا، ايمن صحي من بدري واخد الباص بتاع المدرسة. يلا بينا حبيبي. ايه يا استاذ، عجباك دي؟ قوي، اصل انا بابا فسحني بيها مره. انت هتركبها؟ لا، انا هركب العربيه دي. تحب تركبها معايا؟ اركبها، اصل انا بحب العربيات قوي، احسن من الاوتوبيس. ممكن تاخدني معاك؟ خلاص، تعالى معايا اوصلك لطريق. بلاش اروح المدرسه النهارده واتفسح معاك في العربيه. خلاص يا سيدي، بلاش مدرسه النهارده. هنتاخر كده يا عم، يلا. معلش يا خالد، سيبه معايا. هركب العربية واتفسح. يلا يا خالد روح انت. حاضر، على اذنك. اتفضل. يلا بقى نركب العربية. طيب يا حبيبي، مش نقول للماما الأول؟ ايه بقى اقول لها انت؟ طيب أول ما نوصل المكتب تفكرني أكلمها عشان تطمن. ها؟ يلا يلا يا أستاذ.
واحد ممكن يسكن في عمارة من دول ازاي؟ انت عايز تسكن في عمارة من دول؟ ايوه ده جمال قوي، ما فيش زيهم في شارعنا. طبعا الناس اللي ساكنين فيها معاهم فلوس كتير. لا شرط، ممكن يكونوا متعلمين ومعاهم شهادات من الجامعة وبيشتغلوا في وظائف كويسة وبيقبضوا مرتبات قد كده اهو. يلا جدع انت بقى وخلص الجامعة بتاعتك وساعتها هتقدر تسكن في عمارة من دول. صباح الخير يا عم علي. صباح الفل يا فندم. بقول لك ايه، خد الورد ده من خالد، ده خليل الهانم معاكي. حاضر عينيا الاثنين. بس انت بقيتي احسن كتير من الاسبوع اللي فات. الف حمد وشكر، الحمد لله. على فكره هو عمر ما راحش مع اخواته المدرسه ليه النهارده؟ لا راح معاهم. لا ما راحش. يعني ايه خرجوا لوحدهم؟ انت بتقول ايه؟ بقول لك ما خرجش مع اخواته. هو انا عميد بقى ولا ايه؟ عميد ولا ايه؟ يا نهار اسود ومنايه لعمر. يا واد يا عمر. اسيله اسيله، في ايه يا اسيله؟ الحقني يا ست نور، عمر مش هنا وما راحش مع اخواته المدرسه. طب اهدي بس يا اسيله. اهدى ازاي؟ ده انا برج من دماغي هديه. ما يكونش راح البيت، بس اروح البيت ازاي لوحده؟ طب اهدي بس عشان نعرف نفكر كويس. قولي يا هو فعلا ما راحش مع اخواته؟ ايوه يا استهانم، وبعد ما خرجوا رجع ووقف عند باب الفيلا الجواني، وساعتها البيه بعت لي السواق عشان اجيب الجرايد فخرجت. يا مصيبتي يا مصيبتي يا مصيبتي. يبقى راح البيت، هو كان نفسه يروح البيت. انا اللي مرضتش، انا اللي مرضتش. يبقى ابني ضربته عربيه. تعالي بس هنا يا اصيله، بس اهدي. اسمعيني احنا نكلم حسام، هو يقدر يتصرف. اخواته سابوه ازاي؟ اخواته سابوه ازاي؟ ما خدوهوش معاهم؟ بس بقى يا اصيله تعالى. ايوه يا حسام، ما بتردش على التليفون ليه؟ انت لسه هتحكي لي؟ بقول لك ايه؟ عمر معاك؟ يعني معاك؟ الف حمد وشكر يا رب. يا خبر يا حسام، دي اصيله كانت هتتجنن يا اخي، مش كنت تقول لنا؟ بيعتذر لك يا اصيله، بيقول اصله كان مشغول ونسي يكلمنا. معلش كتر خيره، الحمد لله اني اطمنت عليه. طيب قول لي بقى يا سيدي ايه اللي حصل؟ وجينا يا ستي على الشركه. لا هو مش معايا دلوقتي، قاعد مع مهندسه بس زي القمر في المشروعات. تعالى يا عمر. ايه انبسطت؟ قوي، ده حط رايحه جميله بشكل. بضحك على اللي بيقولوا، الواد طالع عفريت من يوم. لا هاتيها اتكلمه، كلم ماما. الو. ايوه يا ماما انا كويس. نسينا نقولك. لا مش بعمل حاجه. شاوت ايه بس؟ حاضر طنط نوع عاوزاك. ايوه است الكل. لا مش هتاخر، مع السلامه. مبسوط، عملت قلبة كبيرة قوي. مش كان لازم تفكرني عشان اقول لهم؟ معلش بقى، على فكرة انا لما اكبر هيبقى عندي شركة كبيرة زي دي. ان شاء الله يا حبيبي. قول لي بقى يا استاذ انت عايز مني ايه؟ انت ليك عندي طلبين اتنين بس. اي حاجة تطلبها؟ اي حاجة تطلبها. نروح نشتري هدوم جديدة من المحل ليا انا. حاضر يا حبيبي. يا رب تقويني، لسه الحمل عليا كتير قوي. ماما ماما شفت هدومي الجديده؟ ليه كده يا عمر؟ مش عيب؟ هو ايه اللي عيب؟ انت اللي خليت الاستاذ حسام يشتريك الحاجات دي، وانت اللي طلبت منه الكلام ده. ماما انت ليه بتشتغل الشغل ده؟ مش هم قالوا ان احنا هنقعد عندهم زي الاخوات؟ هو اخواتهم بيعملوا كده؟ بس وطي صوتك. ليه اوطي صوتي؟ هم بيعذبوكي ليه؟ لا هم ما بيعذبونيش، هم بيحبوني، وانا اللي طلبت اشتغل عندهم عشان اخد منهم فلوس اصرف عليك وعلى اخواتك. ما يبقاش حد بيصرف علينا، تبقى فلوسنا. فهمت ولا فهمك تاني؟